البرلمان أمام القبة التي يكون فيها ممثلين ديال الشعب المغربي، نقول لا لا للتطبيع. هذه الجموع الغفيرة، هذا العدد الكم الهائل من الناس جاءوا باش يقولوا بصوت واحد بقلب واحد كلنا مع فلسطين، كلنا مع غزة، لا لغدي صهيون، لا للتطبيع، لا للنازية. من هذا الموقف ندعو الشعب المغربي لمقاطعة جميع المنسوجات ديال إسرائيل، ديال بني إسرائيل أو بني صهيون وجميع الدول اللي كتساندها ماديا ومعنويا وسياسيا. وشكرا لكم. شكرا.